الفاتحه للنبي. خش الصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. خش اهو بسام، خش يا باشا. ها اهو رجاله، اكسب اهو بسام، اكسب اكسب يا باشا. اهو الصلاه على النبي. اهو بسم الله ما شاء الله. اهو هنزل لكم الكاميرا تحت الميه. اهو شايفين عامل ازاي في الغزل. الصلاة على النبي. السلام. اه اتبقى بتوع رجالة. رجالة قد ايه؟ اه. على قد ايه؟ عشان بس الكاميرا ما بتبقاش جايبة حجمه الطبيعي. اه. معاكم معانا رجالة. ان شاء الله هنصور لكم الاكبر من ده. دي سمكة النفخة يا رجالة. شوفها هي دلوقتي عاملة ايه؟ أول ما بتحس بالخطر هي دلوقتي جاية في الغاز. هي دلوقتي جايه في الغاز، اول ما بتحس بالخطر تبدا تنفخ نفسها بقى. وعضتها مؤذيه، والعضه بتاعتها السنان بتاعتها شايفين سنانها يا جدعان، يعني لو دخلت صبعك جواها تقطعه، حتى لو حطينا اي حاجه في بقها كده وسلكوها من الغاز. سبحان الخالق. ايه يا جماعة؟ سبحان الخالق روعة. السلام عليكم، النهارده هنصور لكم دور واخدينه بالغزل اهوت، وهنلم الغزل اهوت وهنشوف الدنيا فيها ايه، وادعوا لنا ان ربنا يرزقنا ان شاء الله، ودعواتكم معانا. احنا فرضين دور غزل يا رجالة اهوت، وشغالين في بفوت توشكا، فيديو جديد ان شاء الله. انا وابو بسام، وان شاء الله ابو بسام ناوي يولعها النهارده ان شاء الله. هو الريح شغال برضه كده، اما الريح بيبقى شغال بيتعب الايه، بيتعب المايه شويه، بس احنا شغالين، بس احنا شغالين. طول ما انت شغال ربنا بيرضيك، يعني طول ما انت شغال ربنا بيرضيك، في هوا ما فيش هوا ربنا بيرضيك، المهم ان انت تسعى. يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني بالنسبه للهوا ده، كل القوارب راكنه دلوقتي هي. بس احنا شغالين. ايوه كل القوارب راكنه عشان الهوا جديد اهوت، والموجه عامله ازاي، الموجه عامله ازاي، بس احنا باذن الله شغالين يعني، ومعانا ربنا ودعواتكم معانا. طبعا يا رجاله ديت داخله من المفيض، من البحيره نفسها، البحيره نفسها كبيره زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده من بره، تمام؟ كل ما بتطلع بره بتوسع اكتر واكتر واكتر، ماشي؟ المفيض هنا فيه مفيض واحد واثنين وثلاثه، احنا شغالين بقى في دخله بسيطه من مفيض واحد، حته صغيره كده داخله فيها ميه، تريحه للمي، تريحه للمي، فمفردين فيها دور اهوت، هو عالي بس ان شاء الله ربنا يرضينا منه باحلى سمك باذن الله، وهنصور لكم الفيديو مباشر. دعواتكم معانا وانتظرونا في اللي جاي يا رجاله. دوس لايك الفاتحه للنبي، ان ربنا يرزقنا ونعتمد على الله كده. طبعا يا جماعه هنا في الشغل ممكن دور يجيب لك 5 كيلو، ودور يجيب لك 2 كيلو، ودور تجيب لك 50 كيلو 30 كيلو على حسب، طول ما انت شغال، طول ما انت شغال بتصادف مثلا، بس مفيش دور اسمه ايه ربنا بايه بيكسفك منه. خش يلا استفتح اهو على المباشر يا رجاله، ان شاء الله هحاول اصور لكم الفيديو ده مباشر. خش الصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. خش اهو بسام، خش يا باشا. ها اهو رجاله، اكسب اهو بسام، اكسب اكسب يا باشا، براحتك براحتك يا اسطى. خش في السمك دي لسه مشيت. خش تفتح يا معلم، شد عليه. خش بقى وسط الاشجار، خش وسط الاشجار بقى عشان نجيب البولت الجبار. خش يا عادل، قادر يا اسطى. خش يا اسطى، خش استفتح يا اسطى، خش هات السمك ده. ها حسن، خش يا علاء يا عزه، الصلاه على النبي. خش عديني عديني يا عم الحاج، خش يا عم الحاج، ماشي يا عم الحاج، الصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. خش ادعي لنا ابو علاء، لما تشوف الفيديو ده ابو علاء ادعي لنا. ايوه هتشوفه ان شاء الله. وابو جنى حبيبنا، ادعي لنا ابو جنى. حازم على مين؟ احنا شغالين في وسط المخاطر. على مين؟ والله في وسط الديابه والعقارب بس الحمد لله ربنا ايه ساترها يعني. وفي تماسيح برضه. وفي تماسيح. بس بسيط يعني، هنا في مفيد توشكا في تماسيح، بيقول لك في تماسيح بس بسيط. خش يا جدع استفتح بقى، بلا تماسيح بلا بتاع. حاسب حاسب، ربنا يجعل ايه كلامنا خفيف عليهم. بس احنا شغالين يعني، ولا تماسيح ولا وجع دماغ. ايوه تماسيح تعملين ايه طالما ما عجبناهاش. خش الصلاه على النبي. ذكر الميتع ده، الدكر الميتي يا رجاله، اقف كده اقف كده بنصوره للجماعه. شوف الصلاه على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اه لا لا لا، شوف اه اه الصلاه على النبي، اصبر يا جدع. اه
انت كده زعلان؟ هيقطع الغاز ده هضربك. اقطعها حبيبي اهو. احلى استفتاح يا رجال. صباح الفل. صباح العسل. الصلاة على النبي. البورت الخشن اهو يا رجال. خش نبي. الصلاة على النبي يا رجال. دور سمك اهو بسم الله ما شاء الله. شوف البورت عامل ازاي يا جدعان؟ هنسلكه بقى. البورت عامل ازاي؟ الصلاة على النبي بسم الله ما شاء الله. ادعوا لنا بس. بنتعب والله. ما نمناش من امبارح. ليل ولا نهار. الصلاة على النبي بسم الله ما شاء الله. شغل متواصل. ده قاطع الغزل. شفت بقى. يقطع. خشي. جيب بتاعه. ده كربولت بالصلاة على النبي فيه يجي كيلو ونص. اخش في 2 كيلو. الله. يجي 2 كيلو. الصلاة على النبي. ده فعلا اكبر من اللي احنا كنا جايبينه. الصلاة على النبي. ده لسه ما يسخن. لسه. حبيبك لما يسخن ده. هيكسر ده. ها؟ هيكسر ده. انت هتجيب من ده. هتجيب من ده تعالى يعني. ان شاء الله. مش امك دعت لك امبارح؟ لا ما عارف امسكه يا ابو. مش الحاجه دعت لك امبارح يالا؟ ها؟ مش الحاجه دعت لك امبارح؟ ايوه طبعا. ها؟ ايوه يبقى ربنا يرزقنا ان شاء الله. الصلاة على النبي بس براحتك بقى. هنا. واحدة واحدة. براحتك عشان ما عورناش اهم حاجة. بص اول ما ينفض كده يقوم معورنا السلة ديت. الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله يعني يا رجالة. ده كربولت مية. ثانية واحدة ايدك كده بس امسك قصدي. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا رجالة. رجالة. اه. 2 كيلو. دي يعتبر حجم مش حجم كبير قوي يعني في اكبر من كده بكتير قوي. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. السلام. الله يبارك فيك يا رجالة. الصلاة على النبي يا رجالة. ده الدكر بولت بقى هاتف في جميع الاتجاهات. شوفوا الرجالة قد ايه؟ اه. على قد ايه عشان بس الكاميرا ما بتبقاش جايبة حجمه الطبيعي. اه. صار كده. ثانية واحدة. ضعفكم معانا يا رجال. ان شاء الله هنصور لكم الاكبر من ده. هنا بقى وبس اما بنسلك بايد السمك. يلا بينا. خلينا ايه نشتغل شويه. السمكه هنا يا رجاله بالصلاه على النبي بسم الله ما شاء الله كلها سمينه. شايله لحم وطعمها سكر وسبحان الله في الجبل. بتاكل منين؟ اكيد بتاكل من العبل ده عشان ما فيش اكل غير ده. وطعمها بسم الله ما شاء الله جميله جدا. شايفين يا جدعان ظهرها عامل ازاي؟ ومش عشان دخناني بس او سمكه حجاري. كل السمك يعني السمكه البيضاء هوريكم السمكه البيضاء دلوقتي. سمك البلط الابيض اهو مش خناني. اه شايفين دي شرايه يعتبر صغيره مش كبيره. اه شايفين ظهرها يا جدعان؟ شايفين اللحمه يا جدعان عامل ازاي؟ الظهر عامل ازاي يا جدعان؟ اهو بسم الله ما شاء الله يعني. ودي صغيره مش كبيره دي كفافيه. الصلاه على النبي. بس الكاميرا برضو اللي تبقى مبينه الايه السمك صغير.